دكتور باختصار اريد اجابه، ايش وقت نشاهد حكم عراقي يحكم كاس العالم؟ كاس العالم انا راح اضرب لك مثل، سنغافوره خططت ب 86 انه يكون عندها حكم في كاس العالم في 2006، يعني خططت قبل ايش قد 20 سنه. مثل التخطيط لهذا الشيء يحتاج وقت ويحتاج جهد ويحتاج تفاهم. اعتقد من توجهاتنا الان هو التركيز على الحكام الشباب. عندنا ايش حكام؟ عندنا حكام بس انا اقول لك للامانه يعني 50% ممكن يتواجد ب 26 50% بس 75% فاكثر ممكن بال 2030 وهذا شيء يتطلب. شو اللي يمنع حاليا؟ اللي يمنع حاليا الفيفا مثلا هسه اتقم كاس العالم 22 هو من 2018 بادي عندها، فما 2026 هسه اكو يعني خلينا نقول مرشحين موجودين حاليا منهم عراق؟ ما اتوقع، بس احنا نقدر شلون نتحرك عليها. مثلا عندنا للامانه خلينا نقول حكام شباب، عندنا زي الثامر عمره صغير ومؤهلاته ممتازه خلينا نقول كحكم ساحه، عندنا مثلا احمد صباح قاسم مع اعتزازنا بقيه حكام احكي لك كعمر يعني، فانا اذا ادعمهم كلجنه وكدائره حكام يدعمهم لجنه تنفيذيه رئيس اتحاد علاقات مع الاتحاد الاسيوي دعم دوله دعم اعلامي ممكن نجيب نتيجه، لانه انت حضرتك تعرف هاي الاشياء ممكن مرات امكانيات دول وحكومات تدخل بها يلا توصل، لانه اعداد كثيره ومقاعد محدوده جدا.